بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلاً من نبض با هاي جوان نبلو من نبض با فريال كي دل جاهل دو من نبض با فريال كي سنفر دو من نبض با قدومي أشياء جالية لها صوماليات وهو رئيس قدومية الجالية بجودة صومالية سمي حسن وليش أتقنك والمالدينك كان حسطلا أغنيانا إن درجرتك فنارين تا شرفت لي بحر السودان تقالك ملفة بها هوينك الصومالية شرفت إيه قيمة حسن الجنة الصومالية مستقبل كا بعد الصحافة مرت شرفتا يا دمان ضدك الصومالية مجد دعوة هاي النار والبا مرت وحمد الله يا هاي السلام عليكم ورحمة الله وبركاته انت ما دعوة ازاي وحمد الله سلام يا مجاردي شرفت بدني ضدك الصومالية وشرفت بدني الجوية انا اوهاي يا سلام كتب وحاجة وهاي وقل ما هذا علينا يا سيدة حرمتنا إيوه إلى جيركا لا يعني يوسف بيسين ما يعرفينا سجار أهو حنوه محمد يا مدحنا إيه دليرنا في الفرعون أوركا صومالي أمريكان Political Action Committee سابق ونو سيرتي جيريين نو نسو اياتي حفلة دم اتو غروح دبقا وعاي فرحات جلسي قال الكوبة دابين يا سيادو جعشي مين قلبية دي من روحي من دلك يا نوعي حدوها لغوتين حالة دلك فهم بي عرقتي عدنا عدكاي ستان دولة بيسك صوماليا كالين لحادنا نعطوك قادتان سما فلكا يدل على لغا لغو سما تبحنا يو بدكين نعطب علي سن وعن رير أخاي وكدي سيدي وانا يكون هم بلينا يا سيدا نول يفرصنا وعبورتين قبلكن ات سامين يبنسان عروس وقود حلي دهين في رهايو يقود هان تلك مرايكين إن النوان معنى له هي مستقبل إفايا كده عبورتان دل آدم كدران واتسور دلوتي كتين وحي وحبد انك الشيء نساء كرتدينا إيهو الكرنمالين وحي سيدو كالاستو السحة نغا السيرة إساء سيدا يوحي دي ستي دول النمال دالكن ويهدو هودا إيو شروع دودو دول الدني أيو هرساد دي إنا إن نقطو دالك أغو فرصادة بات فرصادة بدن دولي دا أغونا دقالة بلنا بدن عالم واتسالة عد وإنا تسيا سيدا عيدتك سوماليين وإن بفريين ودل البديهين وقد بكران عقبالها كور قدن وغانا من ربالي كران فرصلها هوري الله انتي آن جوغي مرايكنكا وحانو كور قلعي نوشة دتك الصومالية ادل في فضقن وعن عجيغ سبي اركتي آن هوري وغبي هوري نو آمين سناء وآهايد ان دتك الصومالية اللي يين كرتي في الفرعوني هي هلابور أي قد أحمقن كلام بشيء كعالم كا هدي أي هران نظام دولي أو صورة جريئة إنه هميان في يوم كولا
سيدنا سعطان ولا ليال صدن يأفر سرك دي بربر كي دول دولة سوماليا يوم دور وعقرنا ولقي جوجو يقلل كي جمهورية دي سدحات سوماليا ضل كانوا وحوري كتيرا حارد عكيران ومن نمرة أمد لأنه باو عنتهي ضل كنا بايلا قولي هاي دمعشي شاية وهي تسالة نول قطهاي دوليان كقاوان اي توبية كسو قادي بدا سوماليا ربع قرني كدب يقلال كي جمهورية دي سدحادة سوماليا دولي نمد لأنه وحان آمن سنة هاي إنا ينافيسي وآي لحنا قادة لعضا هاي لكن سياسة دي جامري وعاقبت كوا بسدة يطيينتا هي ذا دولي ورشادة ددك كرانكا أقومتا إي أمانة له سوكيد أمني كرانكا كبعينتا بغارة دلك حقيق لكن كاس أياه رسادي إنا يددك يمكد أعلان تيها عن كجرنو دل يرسو ماليات أو وحقلع وكبغوستي دول النمدى بلكنا أي تهريبان يورو كندا إي أمريكا هل كمانان غويس غويسيس بدلنا أي كسي غلغوليان كينيا مصر يا تركيا إيهو بادي قوبيا نوال قدامتا تنكا تاغن بلكو بغويو وحا حسد مدن صدن سنة كخر دلك الرواندو وحراها ودن فخرها كجيه دقال سكية وحين بقول معلومات قدوه دقال قبيل إساقه دلين داد كدو هل مليان أوقف صدن سنة كدب رواندا وحي كالما هرأوه جرتا دلالك أغن نبدون أغن هرو مرسان أفريكا دلوبنا أي كتر تنتو إنه مالجش هي عاد سيدة عدل سعطان مروال با ودالك مرايكن كو دورشي جلية سيدة حد دورشي أكو جرتان هرو مرنتا بغالو وحو كالما هرأوه جراء الرماها منان تلا ألغو ترتمو مدحنا وحلو كل دورتا عرقتدو السياسة دو سياسة دين يسيدا أي وحوه قبن كران عرما بكالها أي كم ديهي سعر بركة شقع بركة وشاراتك عشورة قريينتا وايو بكالو وحوه قنبكو يهي نلاشة دلك ايو خرمركة دتك دلو البقودقن هذا ما يشان غروح ذا بدن هالديوتان هدي عن عبر بردقنا ذلك يعني صوماليا وحسوسار كيف قاله امانتا انتاجن معي جي دي بي بر كبيتا وتضبو بغل يتضبارتا ليشان دولار وكليا تاسو كليا كالبركة العنزكا دلالك سب سحارة نفسك واهكو ليشان بغل ليشان دولار دلك اللي دوري دوري وحي وجهي ساعة قبل بقان او مانيذير دخل الجده وحقو بقولك بسدح كلية كي هاي جي دي بي الجود دلك هل تدخل لك عن شورها وجي دي بي جانا كي هاي كلية ربع دقيق حرب بقولك يبا تاسو قاد وهو سيساء الانس كافريكا او بقولك يبا لهي طبعا هذه عندنا على كلام كيس تاجنو سوالي هو الشن جير كوي انتاي قبل كان هدا عن دليل جوجو اي اوهايو هالك جي دي بي دي اوهايو وبقول يلغب جير كبني هاي جي دي بي دي دلتا سوين اي سوماليا دليل هورو مرتاي وحي مشاريع مالقشي او جناسي كيف لسا دلالك سوكر اي اوضان سيوحا غيجيان اسكو في الماشا دقال تسالك الاردين سوكا اذن الله لبكن يطبن كي إلا لبكن إلا لباتن يسده دي سقال كم ذا هي اذا كشت ايام ماليه ده هرمارين تبقالها
ayaa 2700 iyo 18 mashruuc oo maalgashi ganacsi ka hirgeliyay qaaradda Afrika. Muddadaas, maalgelintan 7.8 bilyan oo dollar ayaa loo qoondeeyay dalalka sub-Saharan Afrika. Koonfur Afrika, Nigeria iyo Kenya ayaa maalgelintaas ka helay ku dhowaad 50% maadaama ay helaan 47%. Sababtoo ah waxay u diyaarsan yihiin ka faa'iidaysiga fursadaha maalgashi oo ay fuliyaan hay'adaha maaliyadda caalamiga ah ee Bangiga Adduunka IFC, Bangiga Horumarinta Afrika, Hay'adda Horumarinta Maaliyadda ee Maraykanka, tan Ingiriiska, tan Jarmalka, tan Netherland, tan Norway, tan Finland iyo tan Faransiiska. Waxay aado maalgashada Afrika si ay ugu ganacsadaan, si lagula ganacsado waa inaad diyaar u tahay in lagula ganacsan karo. Dhaqaalahaas 7.2 bilyan ka badan ee 13 sano ee lasoo dhaafay la geliyay Afrikada saxaraha ka hooseysa ee sub-Saharan Afrika waxaa lagu maalgeliyey kaabayaasha dhaqaale ee dalalkaas ugu muhiimsan. Muddada 13 sano ah, Soomaaliya waxaa dhaqaalahaas uga soo aaday 10 milyan oo dollar oo keliya, oo maalgelintaas ka ah eber 14% waxay aada ugu hooseysaa maalgashiga ay heleen wadamada Bariga Afrika. Kenya keliya waxaa lagu maalgeliyey ku dhowaad 7 bilyan oo dollar, Ethiopia waxaa lagu maalgeliyey ku dhowaad 2 bilyan oo dollar maadaama lagu maalgeliyey 1.7 billion dollars. Ugandana waxaa lagu maalgeliyey in ku dhow 1.4 billion dollars. Waxaa xusid mudan in hay'adahaasi ay mar walba diyaar u yihiin inay Afrika ka ganacsadaan. Hay'adda Bangiga Adduunka iska leedahay la yiraahdo IFC da keligeed ayaa 2024 waa hal sano keliya rabta inay ku maalgashato wadamadaas aan idiin sheegay 10 bilyan oo dollar. Waxaa nasiib dara in Soomaaliya oo ah dal kheyraadkiisu dahan yahay oo leh kheyraad dabiici ah aanan ka faa'iidaysan karin fursadan dabiiciga ah. Waxaa nala ka rabaa haddaba haddii aan Soomaali nahay inaan isweydiino waa maxay sababta aan uga faa'iidaysan lahayn, maxaa naga hortaagan inaan ka faa'iidaysano wax soo saarka dalkeenna, kordhinno ganacsigeenna, duniduna ay noo timaado si noola ganacsato. Waxaa la yidhi ciyaaya ayaa loo ciidamiyaa. Waxaa maalgashigaas ama maalgelinadaas xooggan naga hortaagan amnigeenna oo aan weli la isku halayn karin, siyaasadda dalka waan xasilnayn, hay-adaha dowliga ah oo aan sal adag ku fadhin, garsoorka dalka oo aan madax bannaanayn, shuruucdii dhowri lahayd maalgashiga oo aan jirin, iyo musuqmaasuq baahsan oo curyaamiyey dowladnimadeenna. Rubac qarni kadib yagleelkii jamhuuriyaddii saddexaad ee Soomaaliya, waxaan aaminsanahay haddii aan Soomaali nahay inaan ku khasbannahay inaan bedelno habdhaqanka siyaasadeed si aan wax uga bedelno nolosha dadkeenna. Dalkii faqri ahna waxba kama bedeli karo nolosha dadkiisa iyo tan dalka oo dhanba. Sidaas daraaddeed waxaan aaminsanahay haddii ay Soomaali ka go'an tahay inaan horumarino dhaqaalaheenna, waxaan ku khasbannahay inaan dalka ka hirgelino siyaasad xasiloon, dhaqan gelinaa dimuqraadiyad iyo siyaasad loo dhan yahay, fursad siinaa isfahamka iyo wadahadalka sida wadajir ahna uga shaqaynaa ciribtirka khawaarijta baabiisay ummadda Soomaaliya.
وأنا أمثل هاي هدينا المجد أن تاي إن هرمارينا بقالة هنا وإن أن تاي إن هي أبي هنا بقالة سيان دوني دقل ما عمل كرنو وإن أن دسنو هي أدو أشقية أمد الصومالية سيان أهلنا هي داس وإن أن حلنا ضدك الصومالية إيقو كرتبة أقونتا إي أمانة لبضل بشيلين ويلل يجبدوا هرجل ما جسور ملح بنان حقيقي ناس ثرين تشرعية بدن جل ناس روح يرجل الإنسان إن دون النوت ما هذا إنما الجشطو بمعنى قادنا إعلام تهنتلا يحقوق لا وهنشيها سيدو كلنا فضينا حل انت خلافات كي منكرا ما الجش يقدمي دون نوع إيمانا haddii ay nagu aan taayna horumarinta dhaqaalaha dalkeena si aan bulshada loogu tarno waana si wada jir ah ugu istaagnaa la dagaalanka iyo dabarjarka musuqmaasuqa hay'adaha dowliga hey adwal ba oo dowladdu leedahay ka dhaqan gelina daafurnaan iyo isla xisaabtan dhaba haddii ay nagu aan taayna horumarinta dhaqaalaheena waa inaan ahmiyad siinaa لسد كابياش دغالة دلكا كشقي ما شقابور كبنيرة الصومالية دي كوب انت جناسي ده يرجع تاجر ما اسكاشيا جناسي ده يدور ده جناسي ده دلكا يدور ده لكل يرجع لنا هنا المال جشدان كابياش دغالة دلكا سيدا تمرتا ورشلها يو حصوصارك بيرها حولها يو كلوميسيا سي ده فرن أما أنا كجلت وغش قيمات كاميرا دلنتا خيرات كدبيعية ومد الصومالية أي وضلية راح ما هي أي بربرتين دي من دي الصومالية وحنكو بحسني قسمة الدحي دل كيما يدد كيما كالين هبجا مريدنا كقاطي جناسيت الصومالية وهرجلي جناسي كالسوري إيس أمينات كوبسن وهنا كتير ولا هول إيه هول كبير ولا وقصة جدبين عقبلا ترى بدن عقبلا هاس ترى بدن أصدا كيس سنة مصر دافيان وهنا كان المانت مال أن دولا رم عمل كرم دولا عصرها ومرايكن كو كمدي هاي مشينكا بقاجية كب انت بقالها وقنع سطيها شيء دولد فامسا دروف تودا تاقرتها لابور كودا ورفض ديسان يسفضد وقنع سطان وانا بيرجل انا وقرب يقاشان النقونا قنع سيادة صومارية حجنا كالسوندة اي دولد كوقبتا قنع سطيها انا اسونا فرنا قنع سطيها صومارية ايو هي اذاها مالية الدونك كاس معناه هو هاي تاي مركة الجناح ستو سومالي بني ستو وحكل أي بقالة عدلك وحيرانا يا فخر جاء يسعر بركة وحان كرد يشك أبوك تولد سومالي ابن وحيهل يسع عنشور شعبك من وعدي كرا حدي سهفا وأمانة له لو ماري دتك سومالي لو مال والباء أنجبلو وعن هذا خرسان هاي انتيه نقود بدير هذي وحانا ببنيال كليا أوضن هاي حالد عكرا امانتا دلك المكجر وارقنا انجدكي انكسو حيقناي ورنا كجرنا ان لغو قارين دولدنا تابقل يهرمر لغو دير صدلة سياسة رادة وحان أمانتن شعب يدولة رج يدمر عرور يعرالة دل جورب يقرب جورب كو خصبان هاي إنا اسكو سمعين دبو إيجيس وإنا اسكو سمعين دبو إيجيس يقيمين دبا وحنا كبر الناس ويال كينا يخرادات كيني هوري دبن أوهشي أوهشينا
dibna u heshiisiina bulshadeena ku kala dhowday dagaaladii sokeeyay waxaan aaminsanahay in tirada dadkii aan iska dilnay 30 sano ee la soo dhaafay ee sanadmayn halkii milyan ee shacabka Rwanda isaga xasuuqeen boqolka maalmo waana wax ka barannaa sida ay reer Rwanda u heshiiyeen dagaalkii sokeeyay uguna heshiiyeen inay xalaydhalay ka noqdaan wixii soo kala gaaray waana wax ka barannaa sidaay u go'aansadeen inaysan dib ugu laaban oo ay hore uga socdaan jidka hore ugu socdaan jidka nabadda iyo horumarka waxaan soo jeedinayaa haddii aan soomaali nahay inaan bedelnaa habdhaqanka siyaasadeed iyo habfikirka bulsho ee ummadda soomaaliyeed waa inaan qabyaaladda ku bedelnaa soomaalinimo musuqmaasuqa ku bedelnaa ammaano tafaraaruqa ku bedelnaa midnimo kalitilisnimada ku bedelnaa wadatashi xifaaltanka ku bedelnaa iskaashi fadhi kudirirka ku bedelnaa howl iyo waxqabad halbeega hadalkana ku bedelnaa itus oo itaabsi yaad tahayna ku bedelnaa maxaa taqaanaa gacmo wada jir ay wax ku gooyaan si gaar ah waxaan reer ahaayo idinkugu baaqayaa inaad xoojisaan wadajirkiinna iyo midnimadeenna isu kaashataan samaha iyo horumarka isu furtaan qalbiyadeenna oo ul iyo diirkeed isu noqotaan waxaan idinkugu baaqayaa inaad soomaalinimada hormud u noqotaan dhaqangelinta soomaalinimadana idinku aad ummadda soomaaliyeed ugu horeysaan waxaan soo qaadanaynaa kulligeen xadiiskii nabiga nabadgelyo ahaatee oo sida ay mu'miniintu isu jecel yihiin isugu naxariistaan isuguna dhibriyaan ku tusaaleeyey shirk sidii jirka bini'aadamka oo haddii xubin ka mid ahi bukooto jirka oo dhammi la qaybsanayo xanuunka qandhada iyo dhafarkaba waxaan sidaas daraaddeed idinku dhiirigelinayaa idinkuna baaqayaa inaad sii laba jibaartaan sidaad caqligiinna cilmigiinna iyo cududiinna uga qayb qaadataan horumarka dalkeenna iyo samata bixinta dadkeenna waxaan codkayga ku biirinayaa warbixinta uu nala wadaagay walaalkay soofe uu halkan ka soo jeediyey ee ku saabsan burburka baahsan ee ku dhacay buundooyinka baar dheere luuq iyo buurdhuubo kaas oo saameeyey nolosha isu socodka dhaqaalaha iyo horumarka deegaankaas waxaan ka xumahay oo dareenka la qaybsanaya shacabka soomaaliyeed iyo deegaankaas ku wajahaya duruufo adag waxaana madaxda dowladda ganacsatada soomaaliyeed hay-adaha horumarinta ee ka shaqeeya dadka dhulka soomaaliyeed iyo dhammaan shacabka soomaaliyeed uu baaqayaa inay ka qayb qaataan sidii loogu gurmi lahaa dadkaas walaalahan dibna loogu dhigay dhisi lahaa buundooyinkaas si wax looga bedelo nolosha shacabka deegaanadaas ku tabaalaysan anigoo ka mahad celinaya sida sharafta iyo karaamada leh oo la ii soo dhoweeyey waxaan ku soo gunaaradayaa dhextaalka maansadii uu allah u naxariistay agwaan yuusuf aadan xuseen alaale nagula dardaarmay oo ku aadaneed inaan iskaashanno oo gacmaha isqabsanno waa kiina yidhi shicibna u wanaagsanay
ودنهيدي رمادو ودجير بي لبقى عمود وحكو قبل كرانة عن سويشن ورا ليال عن سويشن ورا ليال عن سويشن ورا ليال مرجل الله ما تنفي مرعي الله المبركي